بحيرة الحب يا أصحاب الحب. طبعا بدينا بالحب من أول المدخل. شوف الجماعة أصحاب الحب نرويك مياه. أصحاب الحب يا جماعة الخير شوفوهم يوم جالسين. من هذه اللافتة اللي تشوف حمود صوف شو حمود. طبعا المكان بالشكل هذا ما تشوفون، بس الدخول لها والوصول للمكان تبعوا الاسهم، تبعوا الاسهم اللي توصلكم للمكان. طبعا ما شاء الله زحمه بشكل فظيع، اللهم بارك العائله الاماراتيه بشكل كبير. لوي ادري كان جبت امون عن هذا البحيره وعليها الممشى اللي انت شفتونه بالصوره، واللي بيلس يقدر يلس، والجو ما شاء الله من الاخر. ترى في اطلاله هناك، طبعا باجي ممشى في جلسات. المهم الجماعه اصحاب الكعب ما يصلح لكم، المهم نعطيكم الصوره الختاميه لها ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير، الله يوفقنا وياكم لك الخير. ولا عيد ميلاد طبعا كذلك من الاماكن، يعني في اماكن حق الشوي والجلسات، شفتون هذا المكان تقدرون تجلسون تشوون، هذه الاجواء كلها يعني يعيش الحب هنا اكثر من الهنود. اذا تبون تمشون بعد تعبرون تقدرون تعبرون مثل الجماعه، تصيرون المنطقه هذه.